اهلا بكم متابعين فاستبر، رجعنا لكم في لقاء جديد. معنا اليوم اسم فني غني على التعريف. معنا اليوم سي عبد اللطيف السعيدي اللي معروف بصناعته للملاحم الغنائيه. اهلا بك سي عبد اللطيف. الله يحفظك لالا شيماء. الله يكبر عليك سي عبد اللطيف. انت معروف بانك من صناع الملاحم في المغرب، وصنعتي ماشي ملحمه او لجوج، ملاحم كثيره واللي تناولتي فيهم مواضيع بزاف، وكانوا شاركوا فيهم بزاف ديال الفنانين من كبار النجوم ديال الوطن العربي وحتى المغربي. دونك بغينا ندوي لنا شويه على هاد كيفاش كنتي كتصنع هاد الملاحم، كيفاش كنتي كتقدر تجمع هاد الكم الهائل من النجوم في عمل واحد؟ وهو اولا كنقدم واحد الشكر للانفاس الكبير اللي استضافتنا اليوم وخلتنا نبوحوا بعض الاسرار. يعني بالنسبة للملاحيم، ملي كتكون شي قضية وطنية أو قضية عربية أو قضية دولية مثلا أو عالمية، يعني كتحس باللي خصك تصنع شي عمل يكون جميل جدا كملحمة. ملي كتبدا تصوبو وكتبدا تكتبو وتلحنو وكتقدر تشد مثلا موزع من الموزع الكبار في بلدنا الحبيب وكتبدا تشتغل عليه وكتصوبه وكتحطو على ارض الواقع، كتبدا تعيط للفنانه النجوم. النجم اللي كيجي كيسمع كيقول لك بسم الله بغيت نغني، عجبو الموضوع. يعني ملي كتكون القضيه فيها الوطن حتى واحد ما كيتردد؟ لا بالعكس، المغاربه كلهم لك الوطن، ما يترددوش وما يتخلصوش، كون على يقين. اي مغربي اللي عنده حب الوطن ملي كيسمع شي حاجه على بلاده اول حاجه كيقول لك بسم الله. وانت دائما كتواكب المواضيع يعني اللي انيه، فمني جات كورونا وكنا كنعانيو في الازمه ديال كورونا، خرجتي ملحمه على كورونا. يعني دابا التحضيرات ديالك كتحضر الملاحم اللي عندها علاقه بهاد الفتره اللي كنعيشوها، فبالنسبه لك انت شنو اللي كيخليك انك مصر على انك تناول جميع المواضيع اللي كتوقع في حينها؟ اولا في كورونا ما غنيتش على ملحمه، كورونا صوت اغنيه اللي غنتها رانيا واشواق الصياد اللي هي من كلمات والحان السعيدي عبد اللطيف وهشام الصياد الاب ديالهم، اللي هي حاليا وصلت ل 18 مليون المشاهده اللي غنوها هاد البنيات البارئات تبارك الله وصلى النبي على كورونا وراها على اليوتيوب. اما بالنسبه للملاحيم يعني مثلا درت ملحمه على غزه تحت النار، ملحمه ديال طفل من القدس، ملحمه السرطان، ملحمه التليطون، ملحمه الملك والشعب. يعني انا وعبد الرباع من سويسرا، ملحمه ديال السلام انا وبقشه وموزع نوح، يعني ملحمات ما شاء الله. قصدت بانك كدير اعمال دائما كتكون كتواكب الاعمال ديالك الجديد ديالك المواضيع والمواضيع الانيه اللي كنعيشوها، يعني كتستمد المواضيع ديال الاعمال ديالك من الواقع المعاش ديالنا. اي مثلا بحال دابا مثلا ناخذوا مثلا الان كنهيئوا ان شاء الله في ملحمه اللي هي على السلام. على السلام، تخلينا هذا غلاء الاسعار كذلك وسط الجو اللي كنصوبوا فيه، كنفكروا عاود كذلك نديروا ملحمه اللي نحسوا ان هذا غلاء الاسعار اللي هو راه عالمي ماشي مغربي فقط وانما هو عالمي، كاين واحد الزياده اللي هي شويه في البنزين اللي هي ما بين عالمي وما عندهاش تفسير، ولكن الزياده ما يمكنش مثلا ان الحكومه غادي تزيد على هذا الشعب هذا، حيت هما منا وحنا منهم كيف كيف، حتى هما الله يكون في العون على هذا الشيء اللي وقع عالميا من الحروب ومن كذا، ولكن حنا اي قضيه كتهم الشعب المغربي او الامه العربيه او الامه الاسلاميه وقدرنا نديروا ملحمه فيها غادي نديروا ملحمه. يعني كتقول هذا هو الدور ديال الفن، فالفن الدور ديالو هو انه هو مراه للمجتمع. يعني خاصنا نسلطوا الضوء على هذه الظواهر والمظاهر اللي كتكون في المجتمع. فبالنسبه لك انت قلتي بان دابا الجديد ديالك هو واحد كتجهز للملحمه على السلام، فتقدر تقربنا من الناس اللي غيشاركوا في هذه الملحمه؟ هذه الملحمه اللي هي على السلام هي من كلمات والحان السعيدي عبد اللطيف وزكريا بقشه
وتوزيع الموزع نوح اللي هي بيني وبينك فيها فنانة كبار مغاربة اللي كان افتخر بهم واللي ديما اللي ديما مثلا معنا مثلا يعني اللي كان قدرهم وغنبقى نقدرهم دائما مثلا موسكير عبد العالي أنوار حاتم إدار موس ماهر يعني أسماء كثيرة كثيرة يعني خلي العمل هو يدوي على راسه إن شاء الله يعني أسماء كثيرة تبارك الله وصلان به إمتى إن شاء الله يخرج للعمل ديالكم الوجود؟ إحنا خدامين فيه وهذه الأغنية هذه بشراكة مع الأمم المتحدة للفنون والسيدة نعيمة بدوي اللي هي رئيسة الأمم المتحدة للفنون يعني بشراكة معها إحنا وياها يعني عمل غيكون ضخم غيكون ضخم إن شاء الله هي غدت تكلف بالفنانة اللي هما خارجين أرض الوطن وحنا الفنانة اللي في أرض الوطن يعني رحنا كنشتغلوا في هذا مع وكاين شي عمل آخر كاين العمل اللي هو إن شاء الله عمل اللي كيربطني أنا وعبد الرباع اللي هو كانت الانطلاقة ديالي أنا وياه في الحياة ديالنا في الأغنية ديال الكرة اللي دازت في 98 اللي هي ملحمة الملك والشعب. أنت أسي سعيدي جمعتي ما بين الغناء التلحين كدير مجموعة يعني أنت فنان شامل فدخلتي من بعد حتى للتمثيل فبالنسبة لك أنت كتشوف بأن من السهل أن الواحد يقدر أنه يوفق ما بين الفن دياله يعني من ناحية ديال الغناء وحتى من التمثيل يعني زوج بيناتهم جوج لا هو إذا كنت كتكتب وكتلحن أنا بعدها بديت في الأول قبل الكتابة من بعد جا اللحن لأن الكتابة كتكتب ملحنة ديالي الحمد لله من بعد جاو فرص ديال التمثيل في أفلام وفي مسلسلات آخرها كان مع السي سعيد نصيري آخر راه كنتو صورتو معنا يعني في رمضان كانت مع سي سعيد نصيري ولكن الإنتاج كان ديال السي رشيد حياك المدير ديال شادة تيفي يعني هذا يعني الفن كيربط بعضه بعض الفن يربط بعضه بعض ولكن مثلا باش نغني الا ما غنطولش على الغناء اكتب ولحن ومثل ولكن لا اغني ولكن نقدر نوقف لان العمل كنكون ملحن وانا كنوقف ندير كورال مع المجموعه اللي هي كتغني الملحمه كنكون وسط منهم كندير كورال فقط ولا اغني بالنسبه لك انت يلا قلتي بانك ممكن تهتم بالتلحين وبجانب ديال التلحين وبالموسيقى ولكن ما كتلاحظش بان ما بقاش التلحين والتوزيع ما بقاش عندهم هذه الاهميه في الاعمال اللي كاينه دابا ما بقاوش كياخذوا الفنانه الالحان وداكشي يعني كيمشيو يقلبوا على ملحنين هما اللي يتكلفوا لهم بهذا الشيء كنلقاو دابا الفنان ولا هو اللي كيغني هو اللي كيكتب هو اللي كيلحن يعني مجموعه ديال ما كنعممش ولكن مجموعه يعني ولا كاين واحد الاستغناء تقريبا على الجانب ديال التلحين هو كاينين بعض الفنانه اللي منهم مثلا انا بعدا كان نرفع عليها القبعه اللي هي سميره بالحاج هذه فنانه بدات كتلحن ولكن في مستوى راقي جميل انها كدير الحان جميله وكان نوجه لها التحيه من هنا لان بدات معايا اول بدايه حياتها والان يعني كنعتبرها من الفنانات والملحنات اللي عندهم اسم وكذلك هدى سعد هدى سعد كذلك كتغني وكتلحن ولكن هدى سعد ترعرعت في عائلة كلها فنية الله يرحم بها سعد الله يرحمه وكان صديق ديالي هادو جوج ديال الفنانات اللي هما نساء كيكتبوا كيلحنوا وكيغنيو انا كان يعني انت كتقول اذا كانت الموهبه ديال التلحين عند هذاك الفنان فما كاينش مانع لا ما كاينش مانع ولكن كاينين الناس اللي كيديروا شي حاجه اللي هي دون المستوى راك كتشوفها في اليوتيوب وعندها مشاهده و على ذكر الاعمال اللي دون المستوى واش بالنسبه لك هاد الاعمال الشبابيه شنو تقييمك للاعمال الشبابيه اللي كاينه دابا واش كتشوف ان كاين واحد النوع من الابتذال في هاد الاعمال بانها كتفتقر شويه لهذاك المستوى اللي كانت فيه الاغنيه المغربيه قبل او لا كتشوف بان كاين بالعكس غادا وكتزدهر لا
كاينه اغنيه اللي كاينه شبابيه عندنا في بلادنا الحمد لله في المغرب جميله جدا. كاينين شباب تبارك الله والصلاه على النبي اللي عاطين وديرين مثلا عندهم جمهور ديالهم عندهم الناس اللي كتشوفهم وعندهم ما يقولوا. ملي كنت مثلا انا نعطيك واحد القضيه انا دابا وقعت لي انا هذه القضيه هذه بسيطه عرضت عليا واحد الفنانه اللي هي كزينة عويطة الواحد السهره دارتها في سندباد ديت معايا البنت ديال ولدي الحفيده ديالي عزيزه عليا تفرجت شويه بغيت نمشي في حالي باقي وهي تبدات تبكي البنيته مالك قالت لي بابا بوسيدي كاين طوطو غادي غيغني انا ما كنعرفوش يعني ملي جيت نشوف هذا لقيتو نجم كبير بالنسبه نجم كبير ومنين نسولت عليه لقيت عنده المشاهده كتراوح ال 65 70 الف خارج ارض الوطن مثلا الى مشى خارج ارض الوطن يعني هذا فنان صنع راسو براسو. وبالنسبه لك واش المشاهدات العدد ديال المشاهدات هو معيار؟ لا انا ما كنشوفش المشاهدات اليوتيوب نو كنشوف المشاهدات الجمهور يعني العدد الجمهور اللي والجمهور ماشي المهرجان لا الجمهور اللي غيجي يشوفك انت اللي جا مثلا يشوف الطوطو يعني هاد الطوطو لو ما كانش هو فنان كبير وعنده ما يقول مثلا ما كنرش عليه الورد انا ما كنعرفوش ولكن راه دار 65 الف ديال الجمهور بوحدو ما معاهش شخص اخر هنا كتحس بهذا نجم هذا فنان ما صنعوش اليوتيوب ولو تصنع من اليوتيوب اللي كتشوف المشاهده عنده في اليوتيوب خصك تشوفه في الحقيقه مثلا يعني الحفلات ديالو شحال ديال الجمهور كاين واه راه الجمهور حاضر كاين يعني كاين الجمهور هذا هو المهم. ودويتي قلتي جبتي المهرجانات فاحنا الحمد لله في المغرب دابا ولات عندنا واحد التنوع ولا عندنا واحد الغنى ديال المهرجانات لدرجه بان وصلت عدد المهرجانات فات 100 مهرجان اللي متوزع على مجموعه من المناطق ديال المملكه. فبالنسبه لك تشوف هذا العدد ماشي مبالغ فيه وخاصه انك تلقى مهرجانات كيتنظموا في مناطق اللي اصلا ما عندهاش دور ديال العرض او مراكز العرض سينمائيه وفنيه. انا كنشوف المهرجانات قد ما كانوا قد ما مزيان بالنسبه للفنان ولكن هاد المهرجانات ما كتشوفش فيهم الا الفنانين اللي كيبانوا في القنوات في القناه الثانيه والقناه الاولى الفنانين اللي كيبانوا هنا وكيبانوا مثلا في بعض الاشارات هما اللي كتلقاهم في المهرجانات اما الاغلبيه ديال الفنانه المغاربه ما كيبانوش في هاد المهرجانات كيشتغلوش ما كاينش ما عمر شي يعني كتشوف مثلا فنان في هذا المهرجان وفي هذا المهرجان وفي هذا المهرجان ولكن حيت كيبان في التلفزيون يعني كتقول بان الناس اللي كيحتكروا التلفزيون المغربي هما نفسهم اللي كتلقاهم في المهرجانات يعني الاحتكار على الطرفين على الطرفين يعني كتشوفوا في التلفزيون في الاولى وفي الثانيه وكتشوفوا في المهرجانات واللي ما كيبانش في الاولى وفي الثانيه ما غتشوفوش في المهرجانات. شنو السبب شنو اللي كيعيق التواجد ديالهم في المهرجانات؟ هادو ما عندهمش الظهور يعني اليوم الشهره او الظهور على القنوات او على الميديا هو اللي كيخليك تبان ويعيطوا لك مالين المهرجانات لان مالين المهرجانات اش كيديروا باش ينجحوا المهرجان ديالهم كيعيطوا للوجوه اللي معروفه مثلا اللي عندها شعبيه وهاد الشعبيه منين خداوها هاد النجوم او هاد الفنانه خداوها من القناه الاولى ومن القناه الثانيه شكون كان كيعرفهم ما كيعرفهم حتى واحد القنوات ملي كتحط لك القناه مثلا او لا كيظهر شي فنان فراشيد شو مثلا كياخذ واحد لمعان كيولي نجم من راشيد شو كيخرج النجوميه يعني انت كتقول بان الاعلام عنده هو الدور ديالو الاساسي اللي كيلعب دور اساسي في هذه القضيه ديال بان الظهور ديال النجوم انهم كيكونوا عندهم طلب والاشتغال يعني هو الدور الاساسي عند هاد النجوم ديال اليوم وعند الرواد اللي كانوا زمان اللي هما معروفين تعرفوا مثلا لان علاش شحال هذه كانت غير القناه الاولى ما كانتش 4000 ولا 5000 قناه ومن بعد جات القناه الثانيه اللي تعرفوا في هاد القنوات هما اللي رواد هما اللي نجوم قدام لان بانوا واللي ما تحتش لهم الفرصه باش يبانوا ذاك الوقت ما معروفينش وفنانه فنانه يعني فنانه
يعني كتقول بان كاين الناس اللي تعطيك عندها ما تعطي للفن ولكن ما كيتسلطش عليها الضوء الضوء لان الاعلام ما كيعطيهاش يرحم والديك. كاينين فنانين اللي هما في القمه في القمه ولكن التجاهل ديالهم من طرف الاعلام يعني ما 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 مهتمينش بهم. شكون انا ما كندويش ما مهتمينش بهم المسؤولين مثلا مدير القناه ولا مثلا مدير البرمجه ولا كذا. دوك الناس اللي عندهم البرامج اللي هما مثلا اللي مقدم او معد هذوك اللي ما كيهتموش. اما الرئيس والمدير البرمجه راه كيقول لهم مثلا كيجيبوا ليه واحد يعني كيقول لهم الله يكمل بخير. وهادشي ما كيدخلش فيه المحسوبيه ويعني امور اللي ممكن انها كل واحد كيدخل الناس اللي باغيهم. دابا ملي كتشوف شي نجم كيدوز هنا ويدوز هنا ويدوز هنا والمهرجان وكذا هنا كتقول كتبدا تخيل باك صاحبي اللي كاينه. علاش؟ واش كاين غا هو ولا كاينين غا هادو؟ راه كاين مثلا في هذا البلد الحبيب واحد 4000 ولا 5000 فنان. هاد 4000 ولا 5000 فنان رانا كنظن خص وزير الثقافه السي مهدي بن سعيد خصو يوقف مع الفنانه كاملين، خصو يدير شي حل الفنانه باش كلشي يبان، كلشي ياخذ حقه، واللي عنده عنده واللي ما عندوش راه ما يبقاش في الساحه. فعلا. فوالا. الحديث معك شيق وما كانش ان نزيدو ندوي معك. شكرا بزاف السي عبد اللطيف، ونتمنى ان لقائنا ما يوقفش هنا واننا نستمروا ونشوفك في لقاءات جديده ان شاء الله. كان هذا هو لقاءنا مشاهدينا، على امل ان نتلقاكم في لقاء جديد ان شاء الله قريبا جدا. السلام عليكم.